السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نعلمكم كيفية فرمتة الرام من خلال الموبايل. نبدأ، نضغط على التخزين، نرفع تهيئة بطاقة الدي سي، تشوفون نضغط عليه تهيئة بطاقة الدي سي، تضغط تفتح رمز القفل مع الموبايل، نخلي انت الموبايل، اضغط على مسح الكل، هيج راح يمسح كل شيء ببطاقة الدي سي، كل شيء راح يمسح. يمكن إذا طاقة الدي سي أنا آمنة، شوفها مسح هسه كل شيء ببطاقة الدي سي. يعني إن شاء الله تكون استفاديتوا من هذا الفيديو، ولا تنسوا اللايك. وفي الله.